الله جل وعلا يقول: وأن تعفوا أيها الأزواج أو أيها الزوجات أقرب للتقوى. الذي يعفو منكم هو الأقرب لتقوى الله عز وجل والفوز بثوابه سبحانه وتعالى. وأن تعفوا أقرب للتقوى. إذا قيل: ما الذي يعيننا على العفو؟ قال: ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. هذان أمران معينان على العفو. أولا عدم نسيان الفضل، لا ينسى الإنسان الفضل، لا ينسى المعروف، وإن قل لا ينساه الإنسان المحسن صاحب الفضل صاحب الخير. الأمر الثاني: إن الله ما تعملون بصير، إن عفوت تقربا لله فالله بصير بك مطلع عليك، ولك عنده على ذلك الثواب في الآخرة والعوض في الدنيا. قال الشيخ: قوله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، هذا إرشاد عظيم نافع في جميع المعاملات، ليس فقط في عقد الزوجية، في جميع المعاملات. دائما المرء سبحان الله إن غلب هذا الجانب لا ينسى الفضل يميل إلى جانب العفو. يعني في المعاملات هناك عند الناس أحد نظرين: إما عدم نسيان الفضل، عدم نسيان الفضل وذكر الفضل، إذا أشغل ذهنه بذكر الفضل نفسه تميل إلى ماذا؟ العفو، تميل إلى العفو، إلى المسامحة، إلى الملاينة. إذا لم ينظر إلى الفضل، ترك الفضل هذا جانبا ولم يفكر فيه ولم يشغل ذهنه به، وركز ذهنه على القضية المشكلة التي بينهم، ركز ذهنه عليها وأغفل جانب الفضل تماما، هل يميل إلى المسامحة وإلا التقصي والمشاحة؟ هذا الذي يحصل. حتى في قضايا سبحان الله الخصومات بين الأصدقاء الزملاء، لأن لو تحصل خصومة في قضية ما بين شخص وزميله، طالب علم وزميله، حصلت بينهم خصومة وبينهم زمالة طويلة ومحبة وألفة وجلوس في الطلب طويل، فضل عظيم بينهم ربما يكون دام سنوات، لو حصل بينهم خلاف في قضية معينة، زميله الآخر إن ركز ذهنه على هذه القضية، قضية الخلاف، ولم ينظر إلى غيرها لا يسامح. لكن لو أنه نظر إلى الفضل الذي بينهم، لا تنسوا، يقول الله: ولا تنسوا الفضل بينكم. عدم نسيان الفضل الذي بين الناس يعين الناس على مرونة النفس وليونتها وعفوها وسماحها ورفقها ولطفها ولينها. كل هذا يأتي عندما ينظر الإنسان إلى الفضل الذي كان بينه وبين من وقعت بينه وبينه خلاف أو خصومة ونحو ذلك. إن نسي الفضل وركز على القضية الحاضرة التي هي محل الخلاف بينهم لا يسامح. قال الشيخ: هذه الآية فيها إرشاد عظيم نافع في جميع المعاملات، أنه ينبغي العبد فيها ألا يستقصي في كل شيء، بل يجعل للفضل محلا من عفو ومحاباة وأعطاء أزيد مما في الذمة قدرا أو وصفا، وقبول أدنى من الحق كمية وكيفية. فكم حصل بهذا الفضل وإن كان طفيفا خير كثير وأجر كبير ومعروف وبركة وراحة فكر وطمأنينة قلب. فرق عند الخصومات أن يقول القائل لمن هو بينه وبين الخصومة: يا أخي الكريم، الإحسان الذي منك سنوات، رفقتنا سنوات، وعاملتني معاملة كريمة، ورأيت منك خلقا فاضنا، وهذا شيء قليل، الذي يتيسر يكفيني. وبين شخص آخر لا ينظر إلى هذا مطلقا، وإذا أعطاه مثلا 100 ريال عدها ريالا ريالا ويفركها وهو يعدها، يتأكد ناقص منها ريال أو لا لم ينقص، وإذا بقي ريال يرميها رمي عليه كلها: هذه ناقصة أنا ما أقبل. فرق بين هذين الشخصين في التعامل. وسبحان الله الذي يعين ماذا؟ لا تنسوا الفضل، لا تنسوا الفضل. هذه كلمة هداية ربانية عظيمة مريحة للقلب. دائما في الخصومات أشغل ذهنك في الفضل، مساحة الفضل الواسعة بينك وبين، وحاول أن تتذكر مواقف جميلة من هذا الشخص. إذا تذكرت المواقف الجميلة من لانت نفسه. إن أغلق الإنسان هذا النظر وركز ذهنه على المسألة الحاضرة، الخصومة الحاضرة،
يقاس ويستقصي ويكون في شح وعدم ملاينة وعدم مسامحة. نعم.